قال بده يسافر يوم يومين، غاب شهر ولهلا ما بين. طالع خدي صالحة وفوت وشوف. ايه ما بدك تقبرني. صالحة يا مو تعالي ساعديني بدنا نغير لاخوك. تعالي تعالي. ادي 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 الله يرضى عليك. هيا بي، مظبوط الكلام اللي حكيته امك عن فرانس؟ ايه والله يا بي. ليش ما حكيتي لي؟ كنت عم بقول لحالي اليوم بيرجع وبكره بيرجع، بس صار بعت لي كذا مكتوب وكل واحد من بلد شكل. انا اذني قلبي يا بي والله مالي مطمنه. هيك غلط لك بنتي، كان لازم من بعد ما سافر باسبوع تجي تخبريني. بعدين مو حلوه تضلي قاعده بالبيت لحالك. اسمعي، بتضلي قاعده عنا لبين ما يرجع. حاضر. وانا رح شوف شلون اسال عنه. ماشي. يلا يلا شرفوا. تفضل. اهلا وسهلا. شرف. طالب عملي لنا قهوة. مريم، مريم وينها؟ مريم تعي يا بنتي، حطي على راسك والحقينا لجوا. يلا. خير يا ابي. شو في؟ الشاب اللي اجى معي هلا بده يحكي معك كلمتين. معي انا؟ ايه. طيب ليش يا ابي؟ بخصوص شو يعني؟ على قوله في شيء بده يحكي لك اياه عن فرانس. فرانس؟ ليش عرفتوا وين اراضي يا ابي؟ مو على اساس دورتوا عليه بالشام وبيروت وما قدرتوا تعرفوا وينه؟ هلا هذا الحديث اجلوا لي اياه لبعدين، حطي على راسك وتعي. يلا. امرك يا ابي. انا رايح. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. مساء الخير. عليك مساء النور. شكرا على زبتي حالي. تسلم. عادي يا ابي عادي. تفضل. هيك كريمتنا موجوده. انا اسف مقدما على الشيء اللي رح تسمعيه، بس انا مأمن يا ست مريم. تفضل. الحقيقه اني انا من الاشخاص اللي شاركوا بالنضال السياسي ضد الاحتلال الفرنسي. بعدين تم اعتقالي واسري، وظلوا ينقلوني من بلد لبلد لحد ما لقيت حالي بالجزائر. وهنيك تعرفت على كولونيل فرنسي، ولما عرف اني انا من هون ومن حبه الشديد للشام قرر انه يهربني. بالحقيقه هو السيد فرانس. شو اخذوا على الجزائر لك عمي؟ وشو هي الرساله؟ لو سمحت كمل يا سيد. حسان، النقيب حسان من افراد الجيش العربي السوري. تشرفنا. تفضل. بالحقيقه سيد فرانس اجبر من قبل السلطات الفرنسيه للعوده الى اجهزه الامن تحت طائله المسؤوليه الشديده على حسب ما فهمت منه، وكمان اجبر على الالتحاق بالقوات الفرنسيه المربطه بالجزائر. والاهم من هذا الشيء كله انه القوات الفرنسيه اجبرته على الانفصال من حضرتك يا ست مريم. وافق غصبا عنه، وعلى قوله انه لا يجوز الارتباط من ضابط امن فرنسي من امراه سوريه بهزوه في الحرب المريه. يا بنيتي على هالحظ، الله لا يوفقك، الله لا يوفقك ولا يسامحك على هالعملة. أبو طالب مزبوطة هالقصة اللي عم تقولها مريم؟ هذا اللي صار يا أم طالب. الله لا يوفقه، الله لا يسامحه على هالعملة، يخرب بيته. مزبوط مثل ما بيقولوا، اللي ما بياخذ من ملته بيموت بعلته. ما رح وش غير الله يسامحه، الله لا يوفقه على هالعملة. شو أنا مصيبة؟ شو أنا مصيبة؟
وحدي الله يا اختي، وحدي الله. لا اله الا الله. خلص يصطفى، المهم انت ما تزعلي. شلون ما ازعل منه؟ شلون الله قال لي ليش تجوزني؟ طب اختي بركي مغلوب على امره، كيف بيجي من قلبه يعمل فيني هيك؟ خلص اختي لا تاخدي على خاطرك، نزل من عيني كثير يا صالحة، نزل من عيوننا كلمه. الله يسامحه، على اساس ترك كل شيء مشاني. خلص اختي تؤمني اللي صار صار. ايه مامي ما قلتيلي امتى مسافرين على مصر؟ حسان عم يرتب امور السفره، وان شاء الله اسبوع 10 ايام بالكثير رح نتيسر. ايه تقبروني ان شاء الله الهي يا رب، بتروحوا بترجعوا بالسلامه. الله يسلمك يا امي. بس بتعرفي يعني انا لولا الحاح وما بدي هالسفره من اساسها. لا ايوه تقبريني، شو هي بدي وما بدي؟ جوزك وبدك تسمعي كلامه وتقبريني، هذا ابن الشام مو فرنساوي. خلص امي بلا هي السيره. ايه تقبريني، ايه تقبريني، بلاها الحق معك بلاها. ما شاء الله وكان يخزي العين هالحسان، شو بيحبك، اللهم صلي على النبي. انا عندي اياه بالدنيا كلها يا ام. ان شاء الله الهي يا رب، بتضلكم كل عمركم سمنه على عسل ان شاء الله. ان شاء الله الهي يا رب. يا ما صالحه روحي افتحي الباب. اي تقبريني، ايمتى بدنا نفرح لكم بولاد؟ ان شاء الله يا عمو، ان شاء الله ادعي لنا انت. يا رب يا رب الله يطعمني. شوف اولاد ولادك وين رايحين؟ انت تقبريني وانا وابي. شوفي جوزي صار له ثلاث ايام ما اجى. قولي على قامتي عليكي، ثلاث ايام قاعده لحالك؟ ما تقولي ما تحكي، شو مالك اهلك اختي؟ كنت عم اقول انه بكره بيجي، اللي بعده بيجي، اللي بعده بيجي، بس ما اجى. امبارح بالليل قضيت طول الوقت على باب زقا وانا ناطرته وما اجى. قولي على قامتي عليكي يا ميمي، وما بده يكون جوزك غاطيط ليكون مسافر. وين بده يسافر الثاني؟ لك حتى لو كان مسافر يحكي يقول يعطي خبر، مو هيك اتركها للبنت قاعده لحالها ثلاث ايام؟ مو هيك امي؟ عجبك؟ لا والله تقبريني ما عجبني. لا تكونوا متخانقين ابدا. فعلا غريبه. اكيد مال الشام؟ اكيد والله العظيم. والله غريبه هالقصه. ايه بس ميمي انت الحق عليكي، كان لازم اول ما غاب على البيت تجي لعنا وتقلي لنا. ايه والله والله ابوكي ما يدري بهالسيره، ليقيه من قيامه تبعه. والمصيبه انه هو مقطوع من شجره. معلش تقبريني معلش امي، طولي بالك الله يرضى عليك. بس انت ميمي والله الحق عليكي، ما بصير تعدي لحالك بالبيت، كان لازم تجي لعنا دغري وتقلي لنا. خلص اختي لا تاكلي هم، الا ما يرجع. يا وين بده يروح يعني؟ والله غريبه وعجيبه هالقصه. طولي بالك تقبري قلبي، طولي بالك. هلا بنحكي لابوكي هو بيحل، انت المهم مرتاحي وطولي بالك. ولا قوة إلا بالله على القصة، يعني وين بده يكون اختفى الزلمة؟ لك حبيبي الباب جديد. وين حكيت؟ منين جايبه؟ مريم تقبر قلبي جابت له. لا اي والله. الله يرضى عليكي وتجيب لاولادك اياها. امين. لك حبيبي. روح تقبر، نروح عم مرتك، روح. يا الله. شغل تقبر. خير يا بنت، خير خير. شرفت والله يا ام طالب،
الحكومة عم تعين زعماء على حارات الشام. ايه. واللي فهمته من ابو عدنان المختار والشيخ بلال انهم حاكين باسمي مشان زعامة الحارة. وهذا اللي شاغلك يا بي؟ ايه نعم يا بي. ان شاء الله الف الف مبروك. هالشغلة ما لازم تشغل لك بالك بالمرة يا بي. بس زعامة الحارة مسؤولية امام الله والعباد يا بنات. قدها وقدود يا بي. وانت قدها يا بي. ايه تقبرني، هاي الخبرية لازم تفرحك. ليش مين في اوجه واقدر وانسب من نور الدين القنواتي لزعامة الحارة؟ ما بخبي عليكم يا بنات، انا خايف كتير كتير من الحمل. ليش تقبر قلبي خايف؟ انت من يوم بيومك حامل هموم الحارة على كتافك. لها معك يا ام طالب، بس هي شكل وهي شكل. شو قصدك يا بي؟ لك يا بنتي، اني ساعد الناس حسب استطاعتي ومقدرتي ووقتي هذا شكل، واني يكون مسؤول عنهم امام الله والعباد بكل شردة واردة شكل تاني. بس لو ما كنت قد هالحمل ما كانوا فكروا فيك على مستوى المحافظة يا بي، ولا كانوا حكوا فيك اصلا. والله كلام مريم مزبوط. معك حق يا ام طالب، بس انا خايف من هاي القصة. فيك ترضي الناس كلها؟ والله شغلة صعبة. أنا خايف ما أكون قد الحمل وأحمل وزر هالأمانة وأغضب رب العالمين من جهة وأخسر محبة الناس من جهة تانية. أي طول عمرك راضي الكبير والصغير والكل بيحلف براسك. ولا بدك يجي زعيم يتحكم بهالخلايق ويدوقهم الويلات يا بي؟ إن شاء الله بتقبري قلبي، والله بنتك عم تحكي ضرر. إيه يا بي، والله لا يقدر إنك تسمح لشخص ثاني ما بنعرف شو ممكن يعمل بالحارة وإلا إنه يصير هو الزعيم. مظبوط. طالب شو بها المرض؟ شو؟ والله شوفت عينك. لا يا ابني لا لا. يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب، شرياني وجروحي تنده لك يا رب. ببكوتي ونوحي تهون علي الصبر.